وأخيراً تم العثور على كنز فورست فن يلي يقدر بقيمة 2,000,000 دولار والمليء بالذهب والأحجار الكريمة بعد بحث عنه دام نحو 10 سنوات. غامر خلاله حوالي 350,000 شخص، قتل منهم 5 على الأقل برحلة البحث عنه بجبال روكي بالولايات المتحدة الأمريكية. القصة بدأت لما أطلق جامع التحف الأثرية فورست فن بمذكراته يلي نشر عام 2010 إنه دفن كنز بجبال روكي، وأدرج الأدلة المؤدية لمكان الكنز بقصيدة مؤلفة من 24 سطر. الكنز بيحتوي على قطع ذهبية ومنحوتات لوجوه صينية ومجوهرات أثرية من الياقوت والزمرد والمرايا الذهبية من عصور ما قبل التاريخ. وكتب فن بإعلانه الجديد حول العثور على الكنز: كان مخبأ تحت مظلة من النجوم بين نباتات جبال روكي، ولم ينتقل من موقعه حيث خبأته قبل أكثر من 10 أعوام. فن أشار إلى أن الكنز عثر عليه من قبل رجل لا يريد ذكر اسمه وهو من الشرق، وأكد اكتشافه للكنز عن طريق إرسال صورة لإله. الكنز اللي تقدر قيمته بنحو 2,000,000 دولار كان وسيلة لإلهام الأشخاص لاستكشاف الطبيعة وإعطاء الأمل للمتضررين من أزمة الركود الاقتصادي.